الله أكبر الله أكبر. دوامة العنف في سوريا ما زالت رحاها تدور، ولا دلائل تشير إلى عملية لضبط النفس في كثير من المواقع الساخنة كحلب، فالطائرات الحربية لا تغادر سماء هذه المدينة. هنا يحاول الجيش الحر إسقاط هذه الطائرة الحربية، عملية لم يكتب لها النجاح، وتمكنت من قصف بلدات مارع وعندان ومنبج ودير حيفر وحيان. في المقابل بث ناشطون صورا تظهر إلقاء مقاتلي الجيش الحر القبض على أحد ضباط النظام في ناحية دير حيفر بمدينة حلب. محافظة ريف دمشق سجلت حضورا قويا في يوميات المشهد الميداني، حيث استهدف القصف العنيف أحياء الغوطة الشرقية كحي العسالي وكفر بطنة والزبداني. هنا تعزيزات عسكرية لقوات النظام تدخل بلدة المغيلبية بعد اشتباكات ضارية مع الجيش الحر، عمليات انتهت لصالح مقاتلي الحر. كما استولى مقاتلو المعارضة على آليات عدة في بلدة العصافير بريف دمشق بعد مواجهات عنيفة، وفي ريف إدلب تمكن الجيش الحر من بسط سيطرته على معرة النعمان بعد استيلائه على جميع الحواجز العسكرية في المدينة. نصر جاء عقب قصف عنيف تعرضت له البلدة واشتباكات عنيفة على الأرض مع قوات النظام. وبث ناشطون صورا تظهر قصف لواء فجر الإسلام قذائف مدفعية استهدف معسكر الحامدية. أما حمص المحاصرة منذ أيام فالمعارك فيها على أشدها بين الجيش الحر والقوات النظامية، وتعرضت أحياء عدة خاصة حي الخالدية لقصف جوي ومدفعي كثيف. حماة لم تغب عن المشهد أيضا، حيث شهدت حملات دهم واعتقال في حي طريق حلب بعد وصول تعزيزات عسكرية للمنطقة. مدينة البوكمال في دير الزور شهدت قصفا مكثفا نفذته طائرات الميغ، كما هز القصف أحياء عدة في المحافظة.